اليونت الثاني عدنا الاي بي ونشاهدنا السمكه المبتسمه تبتسم ان شاء الله، كنا ان شاء الله مبتسمين. عدنا الاي بي 24 اللي يعني وين هذا وينه 24. اليونت الثاني 24 راح نعس على هذا 24 اعتقد هو هذا. خلينا نشوف ال اي بي 24 اللسن 8 السي اللي وينه هذا السي اكتب الى صديق انجليزي عن عيد الفطر واكتب فقرتين اثنتين. اوكي اكسبلين وضح عيد الفطر، وضح عيد الفطر الثاني اكتب عن اخر عيد. What did you and your family وماذا فعلتم انتم انت وعائلتك. خلي نشوف هنا هذا تمام. اوكي يقول دير توم، هاي فقرتين. يقول دير توم عزيزي توم، I'd like to tell you about عيد الفطر، أنا أود أخبارك عن عيد الفطر. It's a festival at the end of Ramadan، إنه احتفال في نهاية رمضان. And celebrates celebration and celebrates the ends of fasting، وهو يعني شو نقول له احتفال بنهاية الصوم، نهاية الفاستنج، نهاية الصوم. Last Eid العيد الماضي we dressed new clothes. Firstly نحن يعني أو في نهاية في العيد الأخير آخر عيد لبسنا ملابس جديدة في البلد. Firstly then we went to mosque، ثم ذهبنا إلى الجامع إلى المسجد to pray the Eid prayer، لنصلي صلاة العيد. We went out، ذهبنا الخارج. Gave money and present to poor people، ذهبنا الخارج وأعطينا الأموال والهدايا للناس الفقراء. Finally أخيرا we visited friends، أخيرا نحن زرنا أصدقائنا وأقاربنا. Right soon اكتب لي بسرعة حمزة، الكاتب حمزة وكتب إلى توم. أوكي أعزائي زين عندنا هسه ننتقل لل الانشاء الاخر، الانشاء الاخر اللي هو الاكتيفيتي بوب صفحه 28 شوفها صفحه 28 هاي 24 28 وين هاي 28 صفحه 28 صفحه 28 ياهو. هذا يقول رايت اباوت وات يو ديد اون سبيشال داي، اكتب فاكتب انشاء عن ما انت يعني قمت بفعله في يوم خاص. اختر واحد من هذه، A friend's birthday عيد ميلاد صديق، عيد الاضحى، والعيد الوطني اليوم الوطني يعني العيد الوطني. نشوف الانشاءات. يقول my friend's birthday، اوكي my friend's birthday was the 9th of August، عيد ميلاد صديقي كان في التاسع من شهر أغسطس اللي هو شهر آب أغسطس آب. He invited all the family and friends at his house، هو دعا جميع العائلة وأصدقائه إلى بيته. I had a great time and did many things، أنا يعني استمتعت بوقت رائع وقمت بالكثير من الأشياء التي جعلتني أشعر أني سعيد جدا. I danced and sang، أنا يعني رقصت وغنيت. Happy birthday to you، عيد ميلاد سعيد لك. I gave him a nice watch، أنا أعطيته ساعة جميلة، ساعة لطيفة as present as كهدية. I had delicious food and drinks، أنا يعني تناولت طعام لذيذ و يعني شراب مشاريب تمام.